بسم الله، السلام عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن حال. اللي جيت ندير معكم الجي تاع تشينا. فوالا شوفوا هنا واش عندنا الجي تاع تشينا. انا عندي هنا 3 حبات تاع تشينا، وعندي كيس تاع السكر، وعندي الميكسر، وعندي حاجه فاش نحطو. دوك نقطعو التشينا تاعنا ونبداو نحطو ونبداو نطحنو تاعنا هكذا. شوفوا هكذا بالقشره تاعها، حنقطعها بالقشره تاعها، خاطرش الفايده في القشره تاعها. كل حاجه واي حاجه في خضره ولا فاكهه ديما الفايده في القشره. هذاك اللي كنتو نخدمو الجي تاع تشينا ولا تاع الفاكهه ما نحوش القشره، القشره نخلوها، القشره هي البنه، هي الفايده، هي البنه وهي الفايده. دوكا نقطعوها كامل هكذا، ومن بعد راح نحط عليها هذاك كيس تاع السكر. فوالا نطحنهم كامل مع بعض، ومن بعد شوفي دوك بعد ما طحنت معنا دوك ندير لها شويه تاع ماء ولا شويه تاع حليب كيما تحبي. راني حندير لها الماء، فوالا انت دير لها السكر هكذا باش تنطحن لك. فوالا دوك هنايا انا حندير لها الماء بعد ما طحنت معايا، نزيدو لها الماء ومن بعد حنزيد لها هكذا نص كاس تاع السكر، ونشوف الحلاوه على حسب كيما تحبوا نتوما. حنزيد لها شويه تاع ماء هكذا ولا حليب واش تحبي ديري، ديري حليب ولا انا مازلت ثقيله معايا. نزيد لها شويه ماء هكذا، نذوق الحلاوه ونشوف الحلاوه على حسب الذوق. نزيد لها شويه، راني صافي درت لها زوج كيسات 3 حبات تاع تشينا كانوا حامضين داك واش كاين، وزوج كيسان تاع السكر. وريت لها تعمى، ريت لها تعمى. درت لها لتر تاع ماء، ودرت لها زوج كيسان تاع السكر، بصح مازالت عاقده معايا. شوفوا دوك نشوف لها حاجه كبيره، نزيد لها الماء. كيفاش هي معايا هنا؟ شوفوا شوفوا كيفاش هي عاقده معايا، عاقده معايا. واش نقول لكم؟ دوك انا صفيها هنا في الكسكس، ومن بعد نزيد لها الماء باش انا ولادي ما يحبوش هذا اللب. فوالا هذاك اللي راح نصفيها قبل، ومن بعد نبدا لها نزيد لها الماء. الا خصها الماء نزيد لها هكذا. انت العائله تاعك تحب اللب نورمال، خليه اللب هذا نورمال، يجيك بزاف في الجي شباب وبنين. فوالا ولا العائله تاعك ما تحبش اللب؟ لا لا، غير علاه باش نحي غير ديك الحاجه الخشينه برك، نخلي الحاجه الرقيقه تطيح. معليش هكذا شبقى معنا، بقى معنا هذا اللب. هوليكم اللب حلو كاع واش كاين، تقدري تاكليه كيما هكذا ولا غير هايل. دوك راني جبت الطاس تاعي، هوليكم حطها تاعنا حطنا وشفناه. شوفوا شحال عاقد معانا، كي تحبي ديري خفيف، تحبي ديري ثقيل كيما تحبي نتيا. انا خليته شويه ثقيل باش يحسوا بلي تاع الدار بنين. واش نقول لكم؟ فوالا شاهدكم في الجنه ان شاء الله. شوفوا معنا كيفاش نفرغوا، شوفوا شحال ثقيل معانا. شوف شوف انا خليته هكا ثقيل بالعاني باش يحسوا بلي صح جي تاع الدار. شوفوا دوك نفرغوا بالكاس، الكاس شوف ما كثرتش الماء، خليته ثقيل. نتيا للعائله تاعك تحبوا خفيف ديري زوج رواتب تاع ما. فوالا انا درت ريتلا ونص، شوف نوريه لكم في الكاس. هاوليكم الجي تاعنا نفرغوه لكم دوك هكذا باش تشوفوه بلي عاقد معانا كاع واش كاين. شوفي معايا، شوفي شوفي شحال عاقد معانا. تي تحبي ديريه خفيف ديريه خفيف. فوالا انا درت له يطرو وشويه تاع ماء، تي تحبي ديري زوج يطرو ديري زوج يطرو. هذا هو الجي تاعنا، ان شاء الله يعجبكم، وإلا عجبكم قولوا لي في الكومنتير. كل مره تشوف قناتي دير ابوني، ديروا جيم لا فيديو ما تنساوش. فوالا نقول لكم شاهدكم في الجنه ومع السلامه.